ما الذي جعل الجيش أو المكون المدني بشكل عام أو الموقعون على اتفاق يعني على اتفاق السلام يؤجلون هذه الخطوة حتى هذه اللحظة؟ هو طبعا كان المتوقع أن يتم هنالك ضامنين لاتفاق جوبا وممولين أيضا ووعود بالتمويل كل استحقاقات اتفاق جوبا. للأسف الشديد بعد انقلاب 25 أكتوبر رفض هؤلاء دعم الحكومة تحديدا، واشترطوا الدعم بعودة التحول الديمقراطي أو الحكومة المدنية أو مجلس الوزراء المدني، لأن أمريكا اقتنعت بذلك وتمكنت من إقناع كثير من الدول التي تضمن وتدعم الجبهة أو الحكومة الانتقالية بإيقاف الدعم حتى يعود العمل بالوثيقة الدستورية وبتشكيل حكومة مدنية. لذلك تفاجأ العسكر ومعهم الجبهة الثورية بأنهم غير قادرين على تنفيذ الترتيبات الأمنية التي يعني تستحق أو تصرف أموال ضخمة، إعادة تسريح، إعادة تدريب، معسكرات تفتح، من يتم قبوله في الجيش أو الشرطة أو الأمن يتم قبوله براتب، من يتم تسريحه وإدماجه في المجتمع المدني يحتاج إلى مبالغ من المال وتعويضات وما إلى ذلك، كل ذلك فشل. فحست الجبهة الثورية مؤخرا أنها خدعت من قبل العسكر، لذلك بدأ عقد المؤتمر الذي عقد قبل 3 أيام لمدة 3 أيام، وظهر فيها الحقيقة يعني دعوات غريبة. هي قدمت مبادرة وبعض النقاط من ضمنها مثلا يعني إطلاق سراح المعتقلين السياسيين في نفس الوقت التي هي تشكل حكومة. الجبهة الثورية نفسها لديها 3 في المجلس السيادي، والوزراء الموجودين الآن هم وزراء الجبهة الثورية، فكيف تطالب أنت من خلال مؤتمر بإطلاق سراح المعتقلين الذي اعتقلتهم أنت، وكذلك إيقاف العنف في الشارع؟